السلام عليكم متتابعين قناة الخياطة مريم 2023، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون بألف خير، وشكرا على المتابعة ديالكم. الله يجعلني نكون خفيفة على قلوبكم، ونتمنى الاستفادة تكون عامة على الجميع، ومن هنا لقدام إن شاء الله غنحط لكم الجديد. وهذيك الحصة الفايتة درت لكم جلابة إيفازي، نتمنى الشرح يكون واضح. واليوم ان شاء الله عندنا الدرس ديال جلابه مخزنيه، غنشرح لكم في السبوره، والحصه المقبله غنطبقها لكم اما على التوب اما على الباترو. يلا على بركه الله. شوفوا البنات، اليوم عندنا الدرس ديال جلابه مخزنيه. هذيك الحصه درت لكم جلابه ديال ايفازي، ودابا جلابه مخزنيه. عندنا التوب 2 متر ونص، التوب عندنا 2 متر ونص، كنطول التوب على 4. فاش كنطوي التوب على 4، جهة كتكون عندنا في القدام، جهة مسدودة، وجهة مسدودة. عندنا السلف 28، عندي أنا عندي 28، المحزن 25، الحوض 30. هادو هما القياسات اللي كنبغيو في الجلابة المخزنية، ما كنبغيوش فيها الكتاف، حيت هي كيجيو كتافها طايحين. والطولة، هادو هما القياسات اللي كنبغيو، هاد العدد اللي كبير، ما بين الصدر والمحزن والحوض، هو باش كنخدمو الربع، فاش كنطوي التوب على 4، فهمتو؟ أنا غنسطر ليكم وتشوفو. على 4 كيبقى لنا في الربع 37، 37 في الربع. نشوفوا واش كاينه عندنا 37، ها 37 هنايا. فاش غادي نديرو نقطة، عندنا الربع 37. كامل ديال التوب فاش كيطوى على 4، غادي نقطو 30 اللي عندنا في الحوض، 30 هذا الحرف الحاشية، وهذا الظهر، هذا القدام وهذا الظهر. غادي نقطو السنتيم من هنايا ونشوفو 30، 30 زائد سنتيم هي 31، هي اللي غادي نخدمو بها في الربع، ونهبطو في الربع بواحد وثلاثين، نهبطو في الربع حتى لتحت 31، باش تشوفو هاهو حتى لتحت. غادي عاوتاني نديرو من الكتاف من العنق، ونهبطو الارتفاع ديال الصدر، من العنق حتى الارتفاع ديال الصدر غادي نديرو 30 ارتفاع الصدر. غادي نديرو خط متقطع، فاش كنخدمو اليدين والكتاف والقدم، فهمتو؟ غادي نخدمو، غادي نقيسو الكول، عندنا في الكول 9 سنتيم، عندنا هنايا 2، العنق عندنا 9، عندنا في العضال 2، غنقبض هاد السعود ديالكم، غادي نجي
جيت 37 ها كله جيت 37 غادي نخبط 5 سنتيم 5 سنتيم هانتو الغطا ديال الكتاب ما 5 سنتيم ملي 5 حتى العرق كلشي كيدير 37 لا كل واحد واش نبغى المهم انا حيت راني دايره الدرس فيها 4 كل 37 غتمشي غنمشي هكا
هاي 37 غادي نحط عاوتاني السنتيم ونهبطو شحال عندها تكون عندها 43 هذا هو القياس ديالكم 43 فهمتوا يلا 43 43 كانت هي مكتوب على أربعة فهمتوا؟ كانت طويلة مكتوب على أربعة هاد البلاصة مسدودة غادي نقلطو الطولة ديالي 43 هاي 43 سائل ديال الخياطة جوج سنتيم ديال الخياطة شحال التركيز 30 راه درنا من هنايا حتى لهنا 30 ولكن نقصنا 5 سنتيم هي شحال 25 فهمتوا درنا من هنايا حتى لهنايا فاش قبطنا القياس ديال الحوض داك المربع قبطناه ب 30 ونقصنا 5 سنتيم بقات من هنا حتى لهنا 25 غادي نديرو في التركيز 25 ها هي 25 25 فهمتوا اش غادي نديرو غادي نقلطو من هنايا ها نقطة ونجيو نجي في 25 غادي ننزلو ب 5 سنتيم الخمسة حسنا 5 سنتيم غادي نقلطو نقلطو التركيز هو هذا نجيو جيت 25 ونردو بالسنتيم 5 سنتيم من هنايا حتى لهنا 5 سنتيم غادي ندخلو بيهم غادي نقلطو المسطرة من الخمسة سال الراس نكسي من هنايا حتى لهنا الخمسة كتجي لراس الكم راس الكم كتكون فيه 20 18 22 راس الكم على راس الكم غادي نقبض 20 20 غندير هاد المسطرة ديال البيستول بوحدو سيكر هاني هذا تركيز شفتو اذا ما كانش عندكم هذا ديري السنتيم ها نيشان ها هو تقسم اذا ما كانش عندكم هذا وكتقسميه في النص كيجيك النص هاك وكتدخلي جوج سنتيم وكتقوسي هاك ضروري خصنا ديك ديك الدورة هاك ميجيش نيشان شاتشي فيها ديك هاديك البلاصة مسدودة لكم قلنا قبيلة هاد البلاصة الطول ديالو هي اللي مسدودة ولكن القب شوف هنا جوج وهنايا هي اللي مسدودة وهذا محلول وهذا محلول غادي ناخذ بلايا ناخذ بشويه راه كيجي شويه هابط ديال الجلابه المخزنيه كنديرو 32 هاد البلاصه مسدوده 32 وهنايا 45 32 على 45 غندخل في 20 غنخد هنايا 15 غادي نهبط هنا ب 20 غنخد هنايا ب 15 غادي نهبط سنتيم من 45 ونهبط ب 20 ونحط نقطة ونعاود ندخلو ب 15 ونحط نقطة هاديك ال 15 غادي
15 غنلاقيها مع 32 وهذا 45 غادي ندير نتقطع. يلا شوفوا هذا غادي نقسمو على 4 بحالكم. شوفوا كيف كان غادي نقصد ها السنتيم كان جيت 45 جيت 15 ونقسم لكم الكون ديالكم ونحط نقطة وعاوتاني نقسم هادي على 4 وعاوتاني هادي على 4 راه وريت لكم شفتو كتكون 3 النقط ها وحدة ها جوج ها ثلاثة عندكم هاد خويات ها جوج ها ثلاثة ها 4 هادي ديال نص ما كتبقاش هنايا كندخل بسنتيم وهنايا كنخرج بسنتيم ها انتما شوفو كيف غادي يدير النقطة الوسط من النقطة في الجيم ومن النقطة كتطلعي بسنتيم وتخرجي بسنتيم وتلاقي دوك النقط هذا هو رقب هنا كيدوز المقص وهذا مسدود غيدوز المقص ها هو هنايا عاوتاني غادي يدوز المقص هاك وهاك وهاك وهنايا غيدوز هنايا المقص كيفاش غادي تدوز يطلع بهاديك الخط اللي حنا تتقطع ياك استاذ هذا راه ما بقاش متقطع لاقيتو عرفت داخل تيبقى دوك الجوج هاد هنا غيدوز القص ها ها وها صافي نتمنى تفهموا الدرس ديال الجلابه مخزنيه ويكون سهل عندكم واللي عنده شي سؤال يكتبوا لي في التعليق قبل ما نطبقوا في التوب او في الباترون يلا خليتكم على خير الى الحصه المقبله ان شاء الله.